اهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من سلسلة اجهزة العناية على قناة اي جي نورسولوجي. هنكمل باقي الجزء الثاني من انواع اجهزة الوريد. لو لسه مشوفتش الجزء الاول ارجع شوفه، وبعد ما تخلصه كمل معايا الجزء الثاني. السلام عليكم. لا هتغلط هنغلط يابا، مش عايز غلط بالصلاة على النبي. يا عمنا ما غلطش، ده بيقولك سلام عليكم. صوته كأنه بيغلط كده، ما عرف. رقم واحد، بوليت رول ست. ده عبارة عن IV Infusion Set with Flow Regulator. ده بقى Regulator وليه اسم تاني وهو Dial Flow، وده يا اما موجود لوحده وانت بتوصله بلاين جهاز الوريد، يا اما متوصل فيه على طول. بس بلاش تعتمد على الدايل فلو اعتماد كلي، عشان بيتأثر بعوامل كتيرة زي الكانيولا اللي يتوصل عليها مقاسها قد ايه، وهي ماشية كويس ولا لا، واللي هو المحلول وقطر الوريد وغيرها. عشان كده مش بنعتمد عليه قوي. العشرون نقطة منه بيساوي 1 ملي من المحلول. رقم 2، بوليت رول مايكرو سيت. ده عبارة عن IV Infusion Set with Micro Drip and Flow Regulator. بيحتوي طبعا على مايكرو دريب، وفي نفس الوقت في دايل فلو بنستخدمه مع الأطفال. 60 نقطة منه بيساوي 1 ملي من المحلول. رقم 3، أونكو فيوجن سيت. عبارة عن IV Infusion Set with 2.10 مايكرون فلتر. الفلتر ده ما هو الا فلتر عادي بيمنع اي هواء او فطريات او بكتيريا تدخل جوه الوريد. ال20 نقطة منه بيساوي 1 ملي من المحلول. رابع جهاز معانا وهو بيوريت ست. اسمه بيوريت ست او فوليو متريك ست، واحنا بنسميه سوليو ست، واحنا كمصريين سميناه سالوسيت. لا شيء. عبارة عن IV Infusion Set بيحتوي على مايكرو دريب، في منه حجمين 100 ملي و 150 ملي. طول اللاين بتاعه من 50 لـ100 سنتي. 60 نقطة منه بيساوي 1 ملي من المحلول. وبس كده يا سيدي، كده الجزء التاني خلص. يا رب يكون عجبكم. بتنساش تعمل لايك وشير للحلقة، وتنزل تشترك في القناة لو لسه جديد، وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديدة، عشان تفضل ايجي نيورولوجي تبسط اللي ما تبسطش. بتنساش تنزل تبص بص على المصادر. اشوفك الحلقة الجاية. سلام.